الرئيس السيسي يوجه بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير الشامل لمنظومة التقاضي. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية. مدبولي يشيد بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا ويؤكد أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة. التاسعة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بحضراتكم. ونستهل هذه النشرة مع زميلة آلاء شتاء. إليك آلاء، أهلا بك. أهلا بك مهدي، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية لتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لسيما في مجال تنمية الثروة السمكية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء لأفضل الخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه. وتضمن القانون أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
استقبل رئيس الكيني ويليام روتو رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ. وأشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتي ستستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة. كما أثنى رئيس مجلس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني في مدينة نيروبي. من جانبه أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس السيسي، مؤكدا اهتمامه بالتشاور المنتظم مع الرئيس حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية نيروبي على هامش مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى الذي يضم طاقما طبيا محترفا يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة. كما تمت الإشارة إلى أن المستشفى يصنف عند المستوى السادس، وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية. كما أعرب مدبولي عن فخره بهذا الصرح الطبي المصري الكبير الذي يقدم خدمات صحية على أعلى مستوى لمواطني كينيا، مؤكدا أن المستشفى خير سفير لمصر في قلب القارة الأفريقية. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبعوث الرئيس السريلانكي والوفد المرافق له على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا. وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السريلانكية في مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السريلانكية وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج. هذا ورحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السريلانكية في مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التي أقرت مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. كما تطرق اللقاء إلى مقترحات التعاون بين مصر وسريلانكا في مجالات العمل المناخي وسبل تعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد. نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء. كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. احنا اولاد البلد دي، اخدنا بايدها عشان تعدي. احنا اهل سينا بنبني فيها للنهار. احنا سد اللي ناضل، اهل سينا بألف راجل، واللي قرب منها تبقى في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022. بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة، وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القيادة السياسية والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي النهضة في مصر، وانا بقول مش راعي النهضة بس، ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهاردة بنيدين عقود مؤمنة لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القيادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا، وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العادة ده، يعني بناء على ان دي ثمرة كبيرة جناها وهي خدناها النهاردة. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء، ودي يمكن هتنفع اولادنا واولاد اولادنا، واحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية ان ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت اطلع منها، دي أنسى، احنا الناس كلنا واحد، واحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم، ودي بداية التنمية. طالما في أرض وانت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وجود التنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نباتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء. شكرا يا ريس لأن صبرنا ما راحش سدى، شكرا يا ريس عشان لو العالم كله النهاردة هيجيس الفرحة اللي في قلبي، مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرحة اللي في قلبي النهاردة. أنا فخورة إن رئيسي عبد الفتاح السيسي.
أكد وزير التعليم دكتور رضا حجازي اهتمام الوزارة بالمجتمع السنوي ودورها في احتواء النشء والشباب وفصلهم عن سلبيات المجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وخلال متابعته لإجراءات الوزارة في إطار الخطة التنفيذية لاستراتيجية النهوض بالمجتمع السنوي، وجه حجازي بسرعة التوسع في عدد من المدارس بمحافظة شمال سيناء وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالمحافظة. يستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عقد جلساته غدا الثلاثاء بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يناقش مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أزمة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة لجنة الدين العام وعجز الموازنة لبدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما تنظر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. حققت البورصة المصرية ارتفاعا لدى إغلاق التعاملات، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة تقترب من 1%، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة تقترب من 0.5%، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 67%. نظمت محافظة بني سويف احتفالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيم الخير، وذلك لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئة الأولى بالرعاية. النهارده موجودين في مركز الواسطة كجزء من مبادرة التمكين الاقتصادي في حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. النهارده موجودين مع عدد من المؤسسات والجمعيات زي مؤسسة حياة كريمة، جمعية الأورمان، مؤسسة أبو هشيم الخير، علشان نسلم مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادي لأهلنا في محافظة بني سويف. والأجمل من ده إن احنا النهارده كنا بنشوف قصص نجاح للشهور اللي فاتت. كنا موجودين في قرية زاوية المصلوب وشفنا مشروعين النهارده تم بالفعل العمل فيهم، والحمد لله قدروا يغيروا حياة أهلنا في زاوية المصلوب في مركز الواسطة للأفضل. النهارده في حاجة جديدة حصلت، إن احنا كل شهر انت عارف بنسلم 200 مشروع اقتصادي تمكين اقتصادي ومواد غذائيه ولحوم، ولكن خلينا نتكلم على التمكين الاقتصادي ده الاهم، ده اللي احنا المبادره القايمه عليه. الاساس ان انت ازاي تشغل الشباب، تساعد الشباب، تساعد حتى مش الشباب بس، ناس كبار، الارامل، كل الناس يعني. فالنهارده احنا رحنا زرنا مشروع ترزي، مشروع نجار، مشروع منظفات، شفنا نماذج برضو بتشتغل هنا. يعني احنا مع تحت مظلة التحالف الوطني طبعا ومع جمعية الأورمان اللي انا بقالي 12-13 سنة بشتغل معاها، لفينا كرة مصر كلها ومع حياة كريمة، فعارف الاتحاد قوة، هي فعلا اتحاد قوة، بنقدر نوصل لأكتر ناس ممكنة، لأكتر كرة ونجوع ما كناش نتخيل ان احنا نوصل لها. البيانات متوفرة، مفيش دوبليكيشن، مفيش، ما بنروحش لحد ونروح له تاني، بل بالعكس احنا دايما بنشوف مين الاكثر احتياجا. النهارده في ظل التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي، في ظل ان المظله دي بالكامل مع التضامن الاجتماعي في كل حاجه بنؤكد في حاجتين رئيسيتين: عدم ازدواجيه الاستفاده والمستفيد هو الحقيقي. ده بنجدهم النهارده مع النماذج، مع الارمله اللي بتقول اربعه وبقت مشروع، مع الشاب اللي بيشتغل نجار واشتغل اربعه معاه. النهارده التمكين الاقتصادي هو فعلا زي ما سيادتك بتقول واكدت، التمكين الاقتصادي هو الامل، هو بارقة الأمل، هو قارب النجاة لكل عمل إن شاء الله. خدت 15,000 وفتحت مشروع خضار وجنبيه فراخ بيضة وكده، والحمد لله ربنا أكرمني والمشروع نجح والحمد لله. أخدنا قرض 15,000 وقالوا إن شاء الله لما تسدد القرض إن شاء الله تاخد 15,000 تاني، دي من غير سداد.
والحمد لله احنا طورت مشروعي الحمد لله يعني، وجبت عدد وخامات وشغلت ناس معايا يعني الحمد لله رب العالمين. بتجيب عدة على قد ما تقدر او خامة اللي انت شايف شغلك محتاج ليه مثلا. انا كنت عندي قسم الحديد بس، بعد كده دخلت قسم الكاوتش الحمد لله يعني، وشغلت معايا ناس تاني يعني، بدل ما ورشة حديد بس بقت ورشة حديد وكاوتش، وشغلت معايا ناس وجبت الحمد لله لمبة نحاس برضه من الحب نحاس وكده برضه. حتى 15000 جبتهم يعني طلبات للمحل وشغلتها مطعم مأكولات شعبية في مركز ناصر في دلاص. قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع أجهزة كهربائية وأدوات وأثاث منزلي على عدد من الأسر الأولى بالرعاية من مراكز محافظة المنيا كافة. يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في رصد الأسر المستحقة وتقديم الخدمات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً. احنا النهارده معانا اسر اولى بالرعايه. الاسر دي اتعرفنا عليها من خلال ان احنا عملنا لهم بحث اجتماعي ورصدنا الاحتياجات بتاعتهم، وكل اسره كان ليها احتياج معين مختلف عن التاني احنا كراعي مصر وفرناه النهارده. انا عايز اقدم شكر كبير جدا للسيد الرئيس على فكره التحالف الوطني ان هو يجمع كل جهود الدوله من المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني في حاجه واحده اسمها التحالف الوطني. من خلال التحالف الوطني قدرنا نوصل لكل الاسر. زمان كان ممكن نوصل يحصل دمج بين مؤسستين مع بعض، لا دلوقتي مع التحالف الوطني عرفنا نوصل لكل الناس اللي ما كناش بنعرف نوصل لها زمان. كنت محتاجة سرير وعطانا الحمد لله وكتر الف خير وما يشكروا مؤسسة راعي مصر. انا ما كانش عندي غسالة، جوجة جابوا لي غسالة، محتاجة غسالة ومرضة مش ما اقدر اغسل على ايدي جابوا لي غسالة. اتصلت براعي مصر وكنت يوم عملوا عندنا لقاء وشافوا حالة البيت، كنا محتاجين بوتاجاز وسرير ومرتبة، ونشكر ربنا ان هم يعني وفوا وعدهم لينا. انا كنت محتاجه سرير ومرتبه وراعي مصر جاب لي سرير ومرتبه، شكرا لراعي مصر. تواصل حياة كريمة إنجازات المشروعات القومية في مختلف القطاعات بمحافظة الجيزة، وذلك بمراكز التطفيح والصف لخدمة أهالي المحافظة. We'll be right back.
أعلنت وزارة الصحة تقديم 410,676 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة في جميع محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة من خدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن. كرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، والتي تقام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي. وشملت الجائزة في دورتها الثالثة هذا العام عددا من الفروع تحت مجالات الأدب والفنون والتطبيقات الإلكترونية والعلمية. الجدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة للأطفال والنشء تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعاتهم. الدورة دي دورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. السنة دي بنضيف فرع جديد للجائزة حيكون لأبنائنا في الخارج بنفس التخصصات بتاعتها ونفس المراحل السنية، علشان يكون في ربط ما بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، ونرعى في المواهب الصغيرة اللي اتولدت في المهجر ويكون ليهم دور في التنمية الثقافية في وطنهم الأم. للمرة الثالثة على التوالي الدولة المصرية بتحتفل بمبدعيها الصغار. الدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير. الحقيقة أن هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. قدمت في الجائزة عن طريق اللينك اللي نزلوه، هم نزلوا بوست على الفيسبوك انا كنت متابعها من السنة اللي فاتت. قدمت في قسم تطبيقات ومواقع الكترونية، قدمت موقع الكتروني اسمه مصر الحضارة بيتكلم عن آثار مصر والمتاحف اللي موجودة في مصر. طبعا فرحانة جدا الحمد لله، يعني ربنا انا اجتهدت كتير ربنا كرمني الحمد لله. شعور ان انا ابقى في وسط حاجة شبه دي وفي وسط الناس دي، ناس كويسة جدا. حاسة ان الجائزة كمان عرفتني على صحاب يعني محترمين، ناس في نفس المجال. حاسة ان ده حاجة كويسة جدا، وان الدولة تهتم بده ده في حد ذاته حاجة كويسة جدا. قدمت في جائزة الدولة المبدع الصغير عن طريق الويب سايت بتاع الجائزة، وبعدها تم اختياري ان انا امثل المحافظة في الاوفلاين، وبناء على الانترفيو فزت في الجائزة في فرع الابتكارات العلمية. مبسوطة جدا طبعا ان انا فزت بالجائزة، ومبسوطة كمان ان في تقدير من الدولة للموهوبين في المجالات المختلفة. اتبسطت جدا ومصدقتش في الاول، فكرة ان انا طالعة من احسن الناس اللي بترسم، لا حاجة حلوة جدا يعني، وفكرة انها بتشجعنا دي حاجة حلوة قوي، واحب ان انا اشترك فيها مرة تانية ان شاء الله. قال رئيس وزراء النيجر إنه لا مكان للسفير الفرنسي داخل النيجر، مؤكدا أن بلاده لا تعترف بالاتفاقات السابقة مع باريس. كما أشار إلى أن بقاء القوات الفرنسية في نيامي غير قانوني. وأوضح رئيس وزراء النيجر أن المحادثات مع مجموعة إيكواس مستمرة، مشددا على أن الجيش نجح في صون وحماية البلاد وسيواصل القيام بذلك. وأضاف أن المواطنين يتظاهرون لإظهار دعمهم، مؤكدا أن قوات الدفاع والأمن تعمل على ضمان أمن البلاد والمواطنين. أكد تجمع تعاون دول غرب أفريقيا إكواس أنه لا صحة للأنباء التي ترددت أن التجمع اقترح فترة انتقالية لقادة المجلس العسكري في النيجر لاستعادة نظام الحكم الدستوري للبلاد. وأكدت إكواس في بيانها أن مطلبها محدد وواضح، وهو استعادة النظام الدستوري فورا في النيجر وإطلاق سراح رئيس محمد بازوم وإعادته لمنصبه كرئيس للبلاد.
أعادت النيجر فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد. وقال متحدث باسم وزارة النقل إن المجال الجوي للنيجر أصبح مفتوحا أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، موضحا أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضا، وأضاف أن المجال الجوي لا يزال مغلقا أمام كل الرحلات الجوية العسكرية والرحلات الخاصة الأخرى التي لا يسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة. قالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس أنها قررت تعليق عضوية الجابون حتى العودة للنظام الدستوري، وذلك في رد فعل على التطورات التي تشهدها البلاد وبعد انعقاد قمة لزعمائها في غينيا الاستوائية. وأكد رئيس غينيا الاستوائية خلال القمة أن الجابون تشكل تهديدا للسلم والأمن لأعضاء مجموعة وسط أفريقيا. أدى بريسنجيما اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون، وفي خطاب له عقب مراسم اليمين تعهد نجيما بإجراء انتخابات حرة وشفافة، مضيفا أن الجابون تستحق مؤسسات قوية وحوكمة تتماشى مع القانون الدولي، كما أكد أن الحكومة القادمة ستضم خبراء وكفاءات للعمل من أجل مصلحة البلاد. اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتلي مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، وأكد باتلي أنه اتفق مع حفتر على ضرورة الانتهاء من مشاريع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6 وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا. عقد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديث بجوبا مباحثات مشتركة تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتطرقت المباحثات للجهود التي تبذلها دول الإقليم لا سيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى. أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع مليار دولار للإسهام في توفير المساعدات للفارين من العنف في السودان، وأضافت أنها تتوقع وصول أكثر من 1,800,000 شخص إلى 5 من دول جوار السودان بحلول نهاية العام. وأفر بالفعل أكثر من 1,000,000 شخص من السودان إلى دول الجوار، وسط تصاعد الاشتباكات بين الجيش وميليشيات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو فشل، وقال بوتين إن الوضع الحالي هو فشل الهجوم المضاد، معربا عن أمله أن يبقى الأمر على هذا النحو. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية إن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار اتفاق الحبوب وترفض رفع العقوبات عن الأغذية والأسمدة الروسية.
كما تعلمون أنها كانت اتفاقية الحبوب قد توقفت في الأشهر الماضية، ولكن كما ذكرت مرارا وتكرارا كان علينا أن نتخذ هذا القرار للانسحاب من هذه الاتفاقية، لأن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية، واضطررنا إلى الانسحاب من هذه الاتفاقية. وجدنا أن هذه الدول لم تهتم بمطالبنا، وأيضا لم تكن جدية بالتعامل في خصوص طرق الدفع والتمويل المالي. والجانب الآخر قام باستخدام هذه الممرات لمهاجمة روسيا والموانئ أيضا، واستغلتها للإرهاب. لذلك كلما كانت هذه الادعاءات متداولة في الأوساط الإعلامية، لدينا ما سنقوله في إطار المواد الغذائية وأزمة الغذاء العالمية. قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية. وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة إضافية من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية، إلى جانب تحقيق بعض النجاحات في قريتين بمنطقة زابوروجيا. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أنه يتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين بأن هجوم أوكرانيا المضاد قد فشل، وأوضح أن الجيش الأوكراني خلال الأيام العشرة الماضية يقوم بهجمات شرسة بقوات كبيرة وآمال كبيرة للوفاء بالأوامر المعطاة. على الصعيد الميداني، تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوما جديدا من التصعيد، بينما تتواصل حرب المسيرات بين موسكو وكييف. آخر التطورات الميدانية نتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. ما زالت حرب المسيرات المتواصلة بين موسكو وكييف هي عنوان تلك المرحلة المشتعلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، مؤكدة أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين. وعلى الجانب الآخر، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيرة استمر لأكثر من 3 ساعات على ميناء إسماعيل على نهر الدنوب، تسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية، فيما تم إسقاط نحو 17 مسيرة لكن بعضها أصاب أهدافه. وغير بعيد، أعلنت الدفاع الروسية تدمير 4 زوارق حربية أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم. كانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد اعترضت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم ومقاطعة كورسك. على صعيد متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية نجحت من خلال ضربة تم تنفيذها بصواريخ موجهة وعادية في تدمير مركز إسناد للجيش الأوكراني في دونتسك، مشيرة إلى أنه تم استهداف القوات الأوكرانية وتدمير معقل لها وعربات مدرعة. في غضون ذلك، أعلنت موسكو عن نجاح إطلاق صاروخ كينجال، الصاروخ الأحدث في ترسانة الصواريخ البالستية فرط الصوتية الروسية من مقاتلة سو-34 متعددة المهام لأول مرة خلال العملية الروسية في أوكرانيا. نجاح الإطلاق ينبئ بأن قادم الأيام على الأرض سيحمل مزيداً من التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا. قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني المعني بالشؤون الخارجية إن بلاده سوف تلجأ إلى لجنة تحكيم إذا مددت المفوضية الأوروبية قرارها الخاص بحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إلى 5 دول في الاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن ينتهي سريانه في 15 سبتمبر الجاري. وأضاف المسؤول الأوكراني أن كييف ستتحدى أي تمديد لحظر وارداتها من الحبوب في سعي
بإمكانها لإنهاء القيود التي يفرضها بعض أقرب حلفائها في الكتلة الأوروبية، مشيرا إلى أن بولندا التي حذرت إلى جانب المجر من أنها ستفرض قيودا أحادية إذا لم يتم تمديد حظر الاتحاد الأوروبي. عقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اجتماعا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا قبل قمة القادة لمناقشة مدونة قواعد السلوك لبحر الصين الجنوبي واقتصاد المنطقة والجريمة العابرة للحدود وقضايا أخرى. وتعقد القمة 43 لدول آسيان وسط تحديات إقليمية ودولية ووسط غياب عدد من القادة أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. في ظل تواصل التوترات الإقليمية يجتمع زعماء جنوب شرق آسيا في قمة آسيان بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا لبحث عدد من الملفات على الساحة الدولية. الاجتماعات تعقد في ظل اشتعال قضايا مثيرة للخلاف دون حلول جذرية مثل التوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي إلى جانب احتدام أزمة الكوريتين، ناهيك عن استمرار المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين التي تلقي بظلالها على دول العالم. إندونيسيا المضيفة للقمة هذا العام أوضحت أن الاجتماعات تعقد في عالم أصبح معقدا على نحو متزايد من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يواجه تحديات متعددة الأبعاد في ظل تواصل المنافسات بين القوى العظمى، ما يدفعهم لضرورة إيجاد سبيل لإدارة هذه المنافسات بحيث لا تنشأ صراعات مفتوحة وحروب جديدة، مضيفة أن هذا ينطبق على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. جاكرتا تحاول أيضا خلال انعقاد القمة تحويل تركيز أهدافها نحو تعزيز الاقتصادات الإقليمية بموضوع متفائل تحت عنوان آسيا مهمة مركز النمو، إلا أن الخبراء الدوليين رجحوا أن تلقي القضايا الجيوسياسية والأمنية بظلالها على القمة. من جانبه أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أنه سيخبر قادة العالم عندما يجتمعون في إندونيسيا والهند لحضور فعاليات قمتي آسيا ومن بعدها مجموعة 20 هذا الأسبوع، سيخبرهم بضرورة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ومنع الأنشطة غير المشروعة للبلاد التي تهدف إلى تمويل برامج الأسلحة، وحث المجتمع الدولي على الرد بحزم على الاستفزازات الصاروخية والتهديدات النووية المتصاعدة. قمة آسيان تأتي قبل أيام قليلة من قمة مجموعة 20 التي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي في 9 سبتمبر الجاري، والتي لن يحضرها أيضا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعراب عن خيبة أمله في عدم حضور الرئيس الصيني تحديدا للقمة. زادت الحكومة اليابانية حجم حزمة المساعدات لقطاع الصيد بعدما حظرت الصين المأكولات البحرية المستوردة منها غداة تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة. ويأتي التمويل الإضافي البالغ قيمته 20 مليار و700 مليون ين، والذي أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ليضاف إلى مبلغ قدره 80 مليار ين، يهدف إلى تقليص الأضرار التي لحقت بسمعة القطاع وإبقاء الأعمال التجارية قائمة. وذكر كيشيدا أن المساعدة المعززة التي بات مجموعها 100 مليار و700 مليون ين هي انعكاس لتصميم الحكومة على حماية القطاع المتأثر بالفعل بكارثة 2011 النووية في فوكوشيما. طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإصلاح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في ضوء تحولات القوى العالمية. وفي كلمتها خلال أعمال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، قالت بيربوك إن ألمانيا تعتزم إعادة التفكير في التعاون العالمي على الصعيد الدولي، موضحة أن بلادها ستظهر كلاعب في فريق يعرف نقاط قوته، داعية لتحسين الأدوات الدولية للتغلب على التحديات الراهنة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل. كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول مجموعة بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30% اعتبارا من يناير القادم عندما ينضم الأعضاء الستة الجدد. وأفادت نتائج تحليل البنك الهندي بأن الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس تبلغ في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4%، مضيفا أن تأثير الأكبر لانضمام الدول الجديدة سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40% من نسبة 18% الحالية. أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات RAC أن المواطنين البريطانيين يواجهون واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما في ظل ارتفاع أسعار النفط. وأوضح الاتحاد البريطاني أن سعر لتر البنزين ارتفع بنحو 7 بنسات في شهر أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر الديزل بشكل حاد بمقدار 8 بنسات. رياضيا، تقام في 11 صباح غد الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة السعودية. وأكد فيفا عبر موقعه أنه سيتم نقل هذا الحدث بشكل مباشر عبر كل منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم الرقمية، ويشارك النادي الأهلي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. ونتابع في أخبار الرياضة أيضا، يلتقي فريق الأهلي مع فريق برافو السلوفيني في 6 من مساء الثلاثاء في أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد. وينتظم فريق الأهلي في معسكر إعداد في دولة النمسا، وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 من سبتمبر الجاري. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا داخليا مغلقا في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للزمالك يومي 7 و11 من شهر سبتمبر لخوض مبارتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولر بطل جيبوتي في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة الرطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وقبل الختام مشاهدي الكرام إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير الشامل لمنظومة التقاضي. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية. مدبولي يشيد بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا ويؤكد أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة. ختاماً مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. تقبلوا تحيات زميلي محمد المهدي وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا لاشطة، إلى اللقاء.